السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه شيوات كوزينتي. اليوم ان شاء الله الى حين الله غادي نديرو فلفله مشويه مشحره. غادي نحتاجو تقريبا 1 كيلو ديال الفلفله. انا درتهم بجوج الوان، الحمراء والخضراء، قزبور مقرد، 4 الفصوصه ديال الثومه محكوكين، نص معلقه صغيره ديال الملحه، ومعلقه صغيره ديال عامره بالكمون، كاس ديال زيت العود، وجوج معالق كبار ديال الخل. اول حاجه كندير الفران يسخن على درجه حراره 240 درجه، وفي اللاطه ديال الفران كنستف الفلفله اللي غادي نشوي. الفلفله ديالتنا ها هي ملي تشوات من الفران كتجي بحال هكا سهله، وما كيكونش هذاك الكحوليه بزاف، كنبقاو بحال هكا حتى كنقاو الفلفله ديالتنا كلها. في مقله فوق من العافيه كنديروا زيت العود، كنديروا القزبر، الثومه، الملح والكمون، كنخلطوهم مزيان. كنديروا عليهم الفلفله اللي قربنا، كنخلطو مزيان مع العناصر، كنخليوها كتبدا تحمر. الفلفله ملي كتشحر بحال هكا كنزيدو على دوك جوج معلقات ديال الخل، كنحركو مزيان. الفلفله ديالتنا هي موجوده، كنقدموها بالصحه والراحه.